صدق الله العظيم، صدق الله الكريم، صدق الله الحليم، صدق الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم الذي أنزل القرآن بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، وصدق رسوله الكريم، وصدق رسوله الكريم الذي أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على التمام، ولك الحمد على الختام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا إلى جناتك، جنات النعيم. اللهم اكتب الأجر والمثوبة لمن قرأ هذه الختمة أو سمعها أو حضرها أو أمن على دعائها. اللهم تقبلها منا وتجاوز عنا ما فيها من خطأ أو نسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ومولانا، اللهم إنا حضرنا ختم كتابك فلا تردنا عن جنابك. اللهم إنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك. ما لنا إله غيرك فنرجوه،
حياتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا اللهم من أبقيته منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، ومن توفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا. اللهم آنس وحدتنا، اللهم آنس وحشتنا، اللهم وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا عقاب. اللهم وأعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الفردوس مع الأبرار. اللهم وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحون. إلهنا وخالقنا ومولانا، يا من ملأ نور وجهه أركان عرشه، يا من ملأ نور وجهه أركان عرشه، يا من هو الملك، يا من هو القدوس، يا من هو السلام، يا من هو المؤمن، يا من هو المهيمن، يا من هو العزيز، يا من هو الجبار، يا من هو الله، يا من هو الله، يا من هو اللطيف، يا من هو الودود، يا من هو الرحمن، يا من هو الرحيم. اللهم أرنا وجهك الكريم، اللهم أرنا وجهك الكريم،
وخالقنا ومولانا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل الكرم والجود، أنت أهل الكرم والجود. اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نرجوك ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شابا إلا هديته، ولا شابا يريد العفاف إلا زوجته، ولا فتاة إلا سترتها، ولا زوجة إلا أصلحتها، ولا أما أو جدة إلا بالصحة والعافية مددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن سيقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وأعظم أجرنا على فراق شهرنا. اللهم وأعظم أجرنا على فراق شهرنا. اللهم وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية. اللهم
وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون إنا إلى الله راغبون لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب